هل بالفعل اليونان جرت كل المنطقة، المنطقة الأوروبية وحتى العالم، جرتهم إلى أزمة مالية جديدة؟ نعم محمود، شكرا. السوق في الوقت الحالي يحتسب حوالي 90% احتمال تعثر اليونان أو وصول الحكومة اليونانية إلى مرحلة الديفولت وعدم تمكنها من سداد ديونها. والسبب الرئيسي في ذلك هو ارتفاع العجز بالنسبة للميزانية اليونانية إلى 10.5% كنسبة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2010. المشكلة الأساسية هو أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، هذه المجموعات قدمت خطة إنقاذ العام الماضي لليونان. اليوم نتحدث عن خطة إنقاذ ثانية سوف تطرح في هذا الاجتماع في بولندا، لأن اليونان لم تنجح في إقرار الإصلاحات وخطط التقشف التي كان من المفروض أن تقوم بتطبيقها على مدار العام الماضي بأكمله. إذن الأزمة بدأت في مايو من 2010 وتفاقمت بسبب فشل الحكومة اليونانية في إقرار المتطلبات. وطبعا في المنطقة الأوروبية هناك مسألة الانتشار من اليونان إلى دول طرفية أخرى ضعيفة أيضا مثل بولندا، عفوا مثل إيرلندا وأيضا إيطاليا والبرتغال. والمشكلة اليوم أنها تنتشر أيضا إلى البنوك الأوروبية حتى في الدول التي هي أكبر حجما مثل فرنسا وألمانيا وأيضا بريطانيا. نعم كارينا، أيضا ما هو حد الضرر الذي يمكن أن يقع على الاقتصاد العالمي ككل بما فيها اقتصاد الولايات المتحدة إذا ما لم تنجح الدول الأوروبية في كبح جماح أزمة ديون اليونان؟ محمود، سمعنا صباح اليوم قبيل بدء هذا الاجتماع في بولندا من السيدة لاغارد وهي رئيسة صندوق النقد الدولي التي حذرت من أن الخيارات أصبحت محدودة أمام المجتمع الدولي لمعالجة هذه الأزمة. السبب الرئيسي في انعدام الخيارات أو قلة الخيارات هو أن الأزمة مستمرة لمدة طويلة ونحن اليوم نعاني من تبعات الأزمة التي كانت بدأت عام 2008. إذن ليست فقط مشكلة بالنسبة لليونان ولكن بالنسبة للاقتصاد العالمي بأجمعه. الخطر الرئيسي من تعثر اليونان أو وصول الحكومة اليونانية إلى مرحلة ديفولت هو أنه سيضغط على دول أوروبية أخرى أبرزها إيطاليا وبولندا والبرتغال. هذا سيرفع تكلفة الاقتراض بالنسبة لكل هذه الحكومات. إضافة إلى ذلك هناك خطورة ربما أكبر على القطاع البنكي الأوروبي، لأن هناك انكشاف كبير جدا خاصة من قبل البنوك الفرنسية على سندات الخزانة اليونانية والاقتصاد اليوناني بشكل عام. ونشهد وشهدنا فعلا في الأسابيع القليلة الماضية أزمة ائتمان تبدأ تعود في الأسواق. تحدثنا عن كريدت كرانش في 2008 وهناك ظواهر بأن هذه الأزمة عادت مرة أخرى مع امتناع صناديق الاستثمار الأمريكية من الإقراض للبنوك الأوروبية خشية من انكشاف البنوك الأوروبية على كل هذه الدول الضعيفة. ولذلك شهدنا تدخلات من 5 بنوك مركزية أمس لزيادة التمويل الدولاري للبنوك الأوروبية منعا لانتشار الأزمة بشكل أكبر إلى القطاع البنكي. كارينا كامل مراسلة العربية من لندن، شكرا، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.